السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لموضوع الكونستراكتور. الكونستراكتور هو يعتبر special method، ميثود خاص، function حال function، بس function نوع خاص يتعامل مع الكلاس بشكل خاص. يفيدنا بشنو؟ انه هو يتم تنفيذها تلقائيا بدون تدخل من عندك، بدون انه انت تنادي، هو يتم تنفيذها. الفائدة الكبيرة من عنده شنو؟ انه يهيئ لك الداتا ممبرز اللي انت حاطة بالكونستراكتور. هذا الفكرة من عنده. طيب شلون احنا نصنع كونستراكتور؟ سهل جدا. في كل كلاس موجود كونستراكتور، على فكرة في كل كلاس موجود عندك الديفولت كونستراكتور، لكن ما يكون مرئي امامك، بس ممكن انه انت تشوفه. يعني على سبيل المثال هنا عندنا كلاس البروجرام، تمام؟ لو نريد ننادي على الكونستراكتور مالته، فاقدر اقول له public and program قوسين، شوف حال الكلاس، افتح القوسين انتر. الكونستراكتور يكون بنفس اسم الكلاس نفسه، تمام؟ قوسين ونفتح اقواس المجموعة. خلينا نجي هذا على سبيل المثال نعمله من هنا cut، نجي هنا نعمله paste مثلا hello from constructor، تمام؟ كتبته constructor. فشلون نتأكد انه هذا constructor؟ راح يشتغل تلقائيا بمنادات الكلاس. تصنع من عنده object program row يساوي new program قوسين فارزة منقطة. هذا القوسين هي constructor، هذا القوسين انت تعمله هي constructor، وهذا يسموها بالديفولت كونستراكتور اللي ما بها اي باراميتر. طيب هنا انا هذا نفذته، خلينا نجي نعمل هنا run. لاحظ hello from constructor، بدون ان انادي هو ظهر، بس مجرد انشأت الاوبجكت. فالجميل بالكونستراكتور، طبعا هنا اذا عندك object آخر، object آخر هنا 2 هنا 3، فراح يظهر لك ثلاث مرات لأن ثلاث objectات انت انشأت. لاحظ، فالجميل بي انه هو يتم مناداتها تلقائيا دون حاجة للتدخل من عندك. هذا الconstructor، هذا الديفولت. في عندك بها parameter، بس قبل ان ندخل بالparameter اذا اريد نصنع كونستراكتور خارجي كيف راح يكون؟ خلينا نجي نعمل class person بهذا الصيغة، في داخلها public person بنفس الاسم قوسين، هذا هو الكونستراكتور الداخلي. ناخذ هذا copy ونقول له hello from person constructor فقط. إذا أريد أستخدمه person pair يساوي new person، فارزة منقطة. أوبس، run. لاحظ hello from person constructor. جمالية الكونستراكتور انه هو يتم منادتها من داخل الكلاس بمجرد انه انت تنشئ له object له. درس القادم راح نشوف كيف نستفاد من الكونستراكتور اذا نريد نعبي قيم بدل استخدام الفانكشن. لهنا نقول لكم مع السلامة.